بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلكتي البيضاء والتي عملت ضجة كبيرة في حماماتنا، حبيت أشارككم الوصفة بعد نجاحها. هذه الوصفة تعتمد على الحنة البيضاء. الحنة البيضاء متواجدة عند العطارين، تباع ولكن سعرها غالي نوعا ما. يمكن تجهيزها في البيت بطريقة طبيعية. الحنة البيضاء هي بودرة يميل لونها إلى الأبيض أو البيج، هي من عدة أعشاب. مكوناتها وطريقة عملها موجودة بقناتي، سأضع لكم الرابط بصندوق الوصف والتعليقات لمن ترغب بعملها في البيت، لمن ترغب بشرائها. هي متوفرة عند العطارين قلت، ولكن هي بثمن غالي نوعا ما. لها استخدامات رائعة جدا لأغراض تجميلية، وهي كعلاج فعال لمشاكل البشرة وعيوبها. لها عدة استخدامات، وميزاتها وطرق استخدامها أنها تعمل على تفتيح وتبييض الوجه والجسم، تزيل السواد من المناطق الداكنة كالرقبة والركبتين والأكواع، تزيل أغلب أنواع البثور المنتشرة على البشرة، تخلص الجسم من آثار البثور، تساعد في منح جسمك نضارة ونعومة، تساعد على شد بشرة وجهك وجسمك وحتى المناطق المتجعدة في كل الجسم، تعطي بشرتك نعومة، تخلصك حتى من الرؤوس السوداء. الحنة البيضاء هنا نحتاج لملعقة طعام كبيرة. المزج يكون باثنين ملاعق طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي أو اليوغورت الطبيعي أو الروبا. طبعا يمكن كذلك مزجها بماء الورد أو الحليب أو حتى بعصير الليمون لمن بشرتها لا تتحسس. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الحنة البيضاء، ولهذا أسميتها بدلكتي البيضاء. نخلط المكونين جيدا مع بعضهم البعض حتى الحصول على دلكة بيضاء. طريقة استخدامها وأنت بالحمام، يجب أولا تبليل الجسم بالماء الدافئ لفتح المسامات، وبعدها نقوم بتوزيع هذه الدلكة البيضاء على كامل الجسم. نتركها لتجف، وبعدها نقوم بشطفها أو عمل تقشير لنزع هذه الدلكة، والنتيجة من أول استعمال ستلاحظينها. لكن بالنسبة لمن ترغب باستخدام الدلك البيضاء على بشرة الوجه، يجب أولا عمل اختبار لها، وذلك عن طريق وضع القليل من الخليط على منطقة صغيرة من جسمك أو منطقة الذقن عفوا أو على الرقبة. نتركها لفترة من الزمن حتى يتم التعرف إذا كانت بشرتك من الممكن أن تتحسس للحنة البيضاء على بشرة الوجه أو لا. إذا لم تتحسس بشرتك للحنة البيضاء عند وضعها على الوجه، يمكن استخدامها كذلك على بشرة الوجه. الدلكة البيضاء تستخدم على جميع مناطق الجسم، حتى المناطق الحساسة يمكن استخدامها وبكل أمان. الدلكة البيضاء هنا آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى البنات، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. هذه الدلكة تستخدم مرة في الأسبوع، ويمكن الاحتفاظ بها بعلبة محكمة الإغلاق صالحة الاستخدام طبعا لأسبوع كامل. إذا أحببت عملها لبشرة الوجه، تستخدم مرتين في الأسبوع صالحة الاستخدام، قلت لأسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.